إنجازات مجموعة التاهية العمران لموسم 2013 وبرنامج عملها لسنة 2014. محور اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة التاهية العمران برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. رئيس مجلس الإدارة الجماعية للمجموعة تحدث خلال اللقاء عن مؤشرات نمو إيجابية لمجموعة التاهية العمران رغم الظرفية التي عرفها قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية. تطرقنا لنتائج ديال 2013 وكذلك برنامج الأعمال ديال 2014. ففي سنة 2013 والحمد لله ورغم الوضعية اللي عاشها القطاع عرفت المؤشرات ديال المجموعة تقريبا كلها نمو إيجابي. فمثلا فتح الأوراش زاد ب 70%، إنهاء الأشغال زادوا بواحد 19%. وفي إطار التأهيل الحضري تعتزم مجموعة التاهية العمران فتح أوراش جديدة بحجم استثمارات يناهز 6 مليار درهم. تفتح الأوراش ب 38,600 وحدة ديال المنتوجات الجديدة ديال العمران، وغنخدموا واحد 65,000 الوحدات في إطار التهيئة الحضرية، وسننتهي الأشغال إن شاء الله ب 38,300 وحدة الإنتاج الجديد، وكذلك 70,000 وحدة ديال التأهيل الحضري. وغادي يطلب هذا الشيء كله واحد الاستثمار إن شاء الله اللي غادي يوصل 6.7 مليار ديال الدرهم. رئيس الحكومة ذكر خلال اللقاء بالمهمة الأساسية للمجموعة والرامية إلى توفير العرض الملائم للسكن الاجتماعي لا سيما للفئات المعوزة، إضافة إلى تعزيز برامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.